والله احنا كما كنت نقول يعني احنا تفاجأنا للأمانة. هذه التضييقات هذه أثرت علينا احنا. يعني انت في فترة في أسبوعين يلزمك تلم 10,000 تزكة، مش تلم 10,000 تزكة، يلزمك تمشي لبنزرت وقفصة وتطاوين وباجة وجندوبة والكيف، تلقى روحك ما تنجمش تتحرك، يعني ما تنجمش تلم تزكيات. هذه وضعية خايبة على الآخر. يعني هو السجن السياسي في 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 زمن انتخابي، في سياق انتخابي، هو مسجون. هو معناه انت ما عندكش الحق انك تجمع 10,000 تزكية. عملنا تحدي، جلسنا احنا رجعنا لمؤسسات الحزب وقلنا شنو نعمل، وقررنا في الاخر اننا باش نواصلوا ونعتبروا استكمال الملف في حد ذاته، بقيت نظر على بعض، هو في حد ذاته نضال، واستكمال في ناس في حد ذاته تحدي، ويلزم اليوم يكون يلزم التوانسه اليوم يلقاو شكون يختاروا، وبعدها نناظروا مع بعضنا باش ان الشروط الموضوعيه تكون متوفره، وان الانتخابات ما تكونش مزوره وتكون شفافه. هذا كل ما يجيش وحده، هذه كل بالنضال، وما نجمناش اذا كان ما نجمناش معناها نحقوه بنضال سياسي، ما نجم نحقوه كان بمزيد من النضال السياسي. احنا عملنا لجنه عليا لاداره الانتخابات الرئاسيه، وعملنا فريق كامل تاع تزكيات، واليوم قاعدين نتواصلوا مع الناس الكل، قاعدين نستعملوا في صفحه الحزب وصفحه الدكتور. برشا ناس تعاطفت مع الدكتور قبل، ويمكن ما كانش تفكر بالزكي بعد المظلمه هذه، ثم برشا ناس تعاطفت معاه وقاعدين يتواصلوا معنا، ثم ناس ما نعرفهمش قاعدين يجمعوا معنا في التزكيات وقاعدين يمشيوا ينتشروا في الجهات وكل شيء. ف اون فيت ثم لو كونتر بارتي، ثم عباد تحركت، ثم عباد حستها مظلمه والمظلمه خلتها تتحرك وتنخرط معنا في جمع التزكيات. سي احنا نقولوا تحدي وكل شيء، ولكن متفائلين ان شاء الله، لانه التوانسه ما يقبلوش المكاسب اللي التوانسه اليوم حقوها، انتخابات 2011 وانتخابات 2014 وانتخابات 2019.